لاعب بدر قادوري لمن الكره تلقى الاحمدي عملت واحد اثنين بالهندا جميله العربي هي كره وصلت زيدان الثالثه ثابته وهدف خلاص. نقول الان مبروك للمنتخب الوطني 3-1 3-1 مبروك المنتخب الوطني في هذه المقابله ومبروك المنتخب وبوسوفا نهى المقابله ارسل كره كالشد مرت صحيح تتراخص امام عيون الحارس جوما كاتسيجا بجهود كبير كما قلت وقلت في اكثر من مقابله قوه كبيره لهذا اللاعب ترك له مساحه لعب اذا تقيد في جناح ايمن او ايسر تتخص صلاحيته ولاحظوا العمل الكبير ماشي تزيد بوصوفا انما البناء الخلفي جاء من وراء هنا العربي اعطى اللمسه ومشى جر مع جوج اللاعبين وترك المساحه ما ضاف ما نقص سدد ومشى وعطى الهدف رقم 3 للمنتخب الوطني في هذه المقابله هو بالمناسبه الهدف الرابع لهذا اللاعب في المنتخب الوطني ذو 25 ربيعا هدف جميل للاعب بوصوفا ينهي به هذا المهرجان من العطاء ومن الاهداف في هذه المقابله بوصوفا كما قلت من اغلى اللاعبين وغريبه كصفقه هو كيلعب الان في الدوري الروسي في فريق اونجي مارشكالا مشى تقريبا